مسجد الحسين ببورسعيد. انت محبوب ليه وزعلان ليه وشايل هم انك عايز توصل لربنا، وده شايل هم انه ما بيخشعش في الصلاة، وده شايل هم انه نفسه بنته تتجوز، وده شايل هم ان عنده مرض، وده شايل هم انه عايز فلوس، وده شايل هم ان نفسه يشتغل، وده شايل هم ان مثلا اخته طلقت، وده شايل هم ان هو مش عارف ينجح في المادة اللي مش عارف ينجح فيها، وده شايل هم ان هو نفسه ان الناس تحبه، وده شايل هم ان هو نفسه يتعلم دين او علم شرعي. يا اخوانا كل مشاكلكم حلها عند ربنا، ولكن حتى يغيروا ما بانفسهم. توب لربنا واقبل عليه، اتغير وشوف ربنا هيغير ليك قد ايه. يا اخواني اللي احنا فيه الوقت بقى صور الدين، اللي احنا فيه الوقت بقى صور الدين، مش حقيقة دين، مش حقيقة دين، بقى صورة ايمان، مش حقيقة ايمان، بقى صورة صلاة، مش حقيقة صلاة، بقى صورة دعاء، مش حقيقة دعاء. قول له قول يا رب، يا لك ما انا بقول يا رب، هو يا رب كده صورة دعاء وخلاص؟ يا ابني فين حقيقة الدعاء؟ فين حقيقة الصلاة؟ فين حقيقة الدين؟ فين حقيقة الذكر؟ فين حقيقة العبادة؟ اعبد ربنا عبادة حقيقية، وشوف ساعتها لما تقف خرم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله اللي نجى ابراهيم بيها من النار هيعمل لك ايه؟ توب لربنا واقبل عليه، اتغير وشوف ربنا هيغير ليك قد ايه. توب لربنا واقبل عليه، توب لربنا واقبل عليه. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. وأسأل الله العلي العظيم أن ينزل من بركاته ورحماته على أهل بورسعيد جميعا. اللهم بارك في أهل بورسعيد، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أخرج منهم من ينصرون دينك في الأرض، ومن ينشرون دينك في الأرض، ومن يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم فرج كرباتهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم، اللهم اكشف عنهم الهم والغم يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ففي هذا اللقاء يعني تأملت في وجوه يعني عباد الله الذين يجلسون أمامي، وجوه الناس وهي قاعدة كده، والواحد فكر كده وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصرح المبارك الذي كتب الله له القبول بين الناس وبين الدعاء إلى الله. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. فكرت يا إخواني إيه الموضوع اللي الناس كلها محتاجها، فوجدت أكتر موضوع كلنا محتاجين له، إن احنا نسمع عن الله، إن احنا نسمع عن الذي خلقنا، إن احنا نسمع عن مولانا. إخواني وأحبابي في الله، الواحد بيمشي في الشارع في أي مكان في مصر، الناس كلها حزينة، الناس كلها مهمومة. أنا ببص في وجوه الناس عايز أشوف واحد ماشي بيضحك، عايز أشوف واحد أنا حاسس إن هو منشرح وهو ماشي. الناس مهمومة، كل بيت من البيوت أصبح فيه هم من الهموم. يا إما بيت فيه فتاة
كبرت وعدت سن الزواج، ربنا يزوج كل اماء المسلمات يا رب. اللهم امين. يا اما فتاة كبرت ولم تتزوج وقلب امها وابوها هيتسطروا عليها، يا اما مطلقة، يا اما مختلعة، يا اما البيت ده فيه شاب يعني تخرج ومضت به السنين ولم يعمل حتى الان وما هوش عارف هيشتغل ايه، يا اما البيت ده فيه بنت في اعدادي او ثانوي امها قلبها هينفطر من اللي بنتها عاملاه فيها، يا اما البيت ده فيه شاب جامعة تبرد على ابوه وابوه يتمنى لو مات هذا الشاب رغم انه يحمل داخله عاطفة الابوة تجاهه، يا اما في مريض، يا اما في فقير، يا اما اخواني في الله هو ايه اللي بيحصل؟ تسأل الناس قول يا رب، يقول لك بقول يا رب. طب يا اخي ادعي ربنا، يقول لك انا بدعي ربنا. يا امة محمد، هو ربنا اتغير؟ الله لم يتغير، الله نفس الاله اللي في يوم من الايام نجى ابراهيم من النار، هو نفس الاله اللي الان بيسمعني وبيسمعك وبيراني وبيراك، نفس الاله يا اخواني اللي في يوم من الايام نجى يونس من بطن الحوت، هو نفس الاله اللي انت بترفع له ايدك الوقتي، هو نفس الاله اللي مطلع علينا الوقتي، نفس الاله اللي نجى محمد عليه الصلاة والسلام من احلك موقف في تاريخ السيرة كله حينما كان في الغار وحوصر الغار زي صدام في العراق، شفت منظر لما كان الجنود نازلين يجيبوه من الغار اللي فيه، نفس المنظر حدث مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نفس الاله اللي نجاه هو نفس الاله اللي احنا بنعبده دلوقتي، اللي احنا في بيته دلوقتي، نفس الاله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل اللي ابراهيم نجي بها من النار هي الكلمة اللي انا وانت بنقولها دلوقتي، امال ما بننجاش ليه؟ كلمة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللي طلعت يونس من ظلمات فوق ظلمات هي نفس الكلمة اللي انت ممكن تقولها دلوقتي، امال ما بتطلعنيش وبتطلعك من الظلمات ليه؟ يا اخواني ربنا اتغير، الله لم يتغير، امال مين اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا، احنا اللي اتغيرنا، قلوبنا اللي اتغيرت، يقيننا اللي اتغير، ايماننا اللي اتغير. اقول لكم يا اخواني الحقيقة، لو انا جبت لكم صورة الوقتي ملفوفة لسه ما انتوش عارفين فيها ايه، وقلت لكم امسكوا قلوبكم كل واحد اوعى تسيب مكانك، خليك شجاع، خليك راجل، لما هفتح الصورة اوعى تتفزع، اوعى يجيلك حالة عصبية، اوعى تنهار وتدور هتهرب منين. وقمت فاتح الصورة فجأة لقيته صورة اسد، صورة اسد، كله هيبص كده ويقول ايه ده، هو ده المنظر اللي هيرعبنا؟ ده صورة اسد يا جماعة، انتوا مش شايفين انيابه؟ انتوا مش شايفين المنظر بتاع بقه؟ انتوا مش شايفين الوحشية اللي في عينيه؟ هيقولك يا عم ده صورة بالله واشرب ميتها، ده صورة اسد. الحاجة اللي هترعب الناس كلها لو قالوا لنا قدام مسجد الحسين الوقت في اسد، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها اي حد في الناس هيعمل ايه؟ يبقى مش اللي بيرعب الناس صورة الاسد، اللي بيرعب الناس حقيقة الاسد، صورة عربية بنت اللي بتلاتة مليون جنيه طلع حالك وقالك اشتراها مني بخمسين قرش، هتقولي ولا تسوى الخمسين قرش، انما حقيقة العربية هي اللي بيدفع فيها الفلوس. يا اخواني اللي احنا فيه الوقت بقى صورة دين مش حقيقة دين، بقى صورة ايمان مش حقيقة ايمان، بقى صورة صلاة مش حقيقة صلاة، بقى صورة دعاء مش حقيقة دعاء، مش واحد رفع ايده وقلبه منفطر بيتمرغ على اعتاب الملك، ده منظر ايد مرفوعة ومنظر لسان بيتحرك، انما حقيقة الدعاء هي اللي بتستنزل الفتوحات من خزائن الله، حقيقة الدعاء هي اللي بتدق ابواب السماء وتزلزل ملائكة السماء تطرع الى الله ان ينجي من دعا بهذا الدعاء. اخواني في الله القضية الوقتي ان الدين بقى في حياتنا صورة، ما عادش الدين في حياتنا حقيقة، ما عادش الدين في حياتنا حاجة حقيقية. المسلم الوقت تشوفه بيجري على الدنيا جري الوحوش، تقول له يا اخي انت لو مت وانت جعان، ما انت عايز تاكل وتشرب، لو مت وانت جعان بس انسان مؤمن، لو مت وانت جعان ربنا هيطعمك من الجنة، لو مت وانت عطشان ربنا هيسقيك من الجنة، لو مت وانت مريض ربنا هيعافيك في الجنة، ولكن لو مت وانت معكش ايمان، لو مت وانت مش موصول بالله، لو مت وما انتش عارف من هو الله،
يا جماعة من ايام كنت في اسيوط عند شريط قطر دندرة اللي عنده 50 طفل يعني توفاهم الله امام القطار الحادثة المروعة اللي سمعنا عنها، ربنا يعني ينزل الصبر على قلوب اهلهم. فقالوا لي ده المكان اللي القطر خد الاوتوبيس 2 كيلومتر قدامه. فسبحان الله القطر ده يا جماعة الاوتوبيس ده عملوا حوار مع اباء الاطفال، فبيسألوا اب الطفل بيقولوا له اخر موقف كان بينك وبين ابنك ايه قبل ما ينزل الاوتوبيس، قال لهم كلمة والله العظيم لو عقلناها نعرف قد ايه احنا ضعفاء، قد ايه احنا جهلة، قد ايه احنا محتاجين ربنا، قد ايه احنا محتاجين نرتمي على اعتاب الملك. قال لهم اخر حاجة لطشتبني بالالم وقلت له انزل اجري لحق الاوتوبيس، وهو مش عارف ان الاوتوبيس ده بعد دقائق سيحدث فيه ما حدث. الانسان جاهل يا جماعة. يا اخوانا نعرف حقيقتنا، نعرف احنا محتاجين ربنا قد ايه، نعرف ربنا يقدر يعز قد ايه ويذل قد ايه. النمرود لما تمرد على الله حصل له ايه؟ ربنا ابتلاه، حشرة ذبابة دخلت من منخره قعدت تطن وتعمل طنين في رأسه، في الاخر خلع الحذاء بتاعه وقعد يضرب نفسه بالحذاء امام رعيته حتى يتخلص من هذا الطنين. الله قادر انه يذل من يشاء وان يعز من يشاء، الله قادر انه يرزق من يشاء. اخوانا السمكة الصغيرة اللي في قاع المحيط عايشة واستحتان الحوت ممكن قد المسجد اللي احنا قاعدين فيه ده هو، وممكن اكبر من المسجد اللي احنا فيه كمان مرات ومرات، لسانه 8 طن فما بالك بالجسد بتاعه. السمك الصغير عايشة وسط دول ازاي؟ ساعات تلاقي محلات كبيرة وهايبر ماركتات وكشك صغير وسطهم وربنا فتح عليه وسط دول ازاي؟ يا اخوانا ده الواحد رأى منظر التمساح بيفتح انيابه والعصفور بيأكل رزقه من بين انياب التمساح. الله قادر انه يرزق ولا لا؟ الله قادر. الجنيه اللي في جيبك ممكن يكون مش رزقك، الله اعلم. كل جنيه في جيبك مكتوب عليه اسم صاحبه اللي ده رزقه، كل تفاحة طالعة من الارض عليها اسم صاحبها اللي هي رزقه. يا اخواني في الله من هو الله؟ عارفين ربنا ولا لا؟ وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا جلال الله حق قدره. احنا ما قدرناش ربنا حق قدره لما ابتلينا وما وقفناش على باب الله، ما قدرناش ربنا حق قدره لما رفعت ايدك مرة وقلت يا رب ما لقيتش الاجابة نزلت، جريت ورا الاسباب ونسيت ربنا ونسيت تعلق القلب بالله. ما قدرناش ربنا حق قدره لما بقيت لوحدك وقعت في معصية سر وجعلت ربنا اهون الناظرين اليك، ما قدرناش ربنا حق قدره لما قلت له تبت يا رب وبعدها رجعت في نفس الذنب اللي تبت منه تاني. ما قدرناش ربنا حق قدره في كل صلاة ضيعناها، في كل سجدة استهترنا بيها، في كل اذان فجر سمعناه وحطينا المخدة على راسنا ونمنا. ما قدرناش ربنا حق قدره في كل مرة الله بيأمرنا بأمر وبنكسر امر ربنا. يا جماعة ما قدرناش قدرة ربنا حق قدرها. اخواني في الله في سورة النمل ربنا بيقول قال الذي عنده علم من الكتاب، ده مخلوق ده بشر بس عنده إمكانية وقدرة بسبب العلم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفض. جاب له في أقل من ثانية عرش بلقيس من اليمن للقدس في أقل من ثانية. قلت سبحانك يا رب إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الله، فكيف بقدرة الخالق؟ امال ربنا يقدر يعمل ايه؟ مين هيديك اللي ربنا يقدر يديهولك؟ مين هيعمل لك اللي ربنا يقدر يعملهولك؟ مين هيفتح لك اللي ربنا يقدر يفتحهولك؟ مين يقول للفرج كن فيكون ويقول للهم زل فيزول؟ مين سوى الله؟ الله لم يتغير، الله لم يتغير. لما سيدنا زكريا بشر بالولد فقال للملائكة أن يكون لي غلام في آل عمران، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله، كذلك الله، هو ده ربنا، هذا هو الله، ربنا كذلك ولن يزال كذلك. ربنا يقدر يعطي، الله اذا اعطى ادهش. يا اخوان من الكلمات اللي بتزلزل قلب الواحد في القرآن لما سيدنا زكريا يقول لمريم يا مريم انى لك هذا، نبي
ومن كتر عطاء ربنا على امام امائه واقف مدهوش كما قال العلماء اذا اعطى ادهش انى لك هذا. تخيلوا الجمله دي ما جاتش من واحد مش عارف ربنا، ده جت من نبي بيعلم الناس من هو الله. الله لو اعطاك يعمل لك ايه؟ الله لو تولاك يعمل لك ايه؟ سبحان الله العظيم. لما غرق فرعون فأخذ يصرخ، لما عرف انه بيموت فأخذ يصرخ يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، فأوحى الله إلى موسى أن قال يا موسى 100 مرة، ولو قال يا رب 1 واحدة لأنجيته. يا الله قادر بعد كل اللي عمله فرعون، بعد كل اللي عمله فرعون بس يقولها، ولكن لم يوفق إليها. كان جبريل يضع الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. تخيل سبحان الله رب العالمين. إخواني وأحبابي في الله، ما قدرنا غنى الله حق قدره. أنا يعني سبحان الله مرة أحد إخواني بيتصل بي فبقول له أعمل الموضوع الفلاني، فقال لي معيش فلوس. فجي في ذهني قلت لو أنا ماشي جنب أبويا وانا ما فيش في جيبي ولا مليم، وابويا في جيبه 1,000,000 جنيه، انا هبقى قلقان؟ قلقان مين اللي في جيب ابويا كانه في جيبي؟ انا عارف ابويا بيحبني قد ايه، وعارف ابويا حنانه عليا قد ايه، وعارف ابويا رحيم بيا قد ايه، وعارف ابويا غني قد ايه، فانا ماشي مطمن حتى وانا ما فيش في جيبي ولا مليم. طب انت عارف ربنا رحيم بيك قد ايه؟ انت عارف ربنا خزائنه مليانه ايه؟ انت عارف ربنا حنان عليك قد ايه؟ انت عارف ربنا يريد تفريق كربك قد ايه؟ المشكلة فينا، المشكلة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى يغيروا. انت اللي لازم تتغير، انت اللي لازم تتغير عشان معاملة ربنا معك تتغير، عشان لما ترفع ايدك يجيب دعائك، عشان لما تسجد في الثلث الاخير يتنزل الفتح والفرج، عشان ربنا يرتب لك ويسددك في طريق الدنيا والدين. انت اللي لازم تتغير، انت اللي لازم تتوب، انت اللي لازم تعرفه، انت اللي لازم تقبل عليه. وساعتها شوفه هتعرف عمليا، مش من واحد طلع على المنبر يكلمك عن ربنا. انت ما عرفتش والدتك ووالدك بيحبوك قد ايه من كتاب في تالتة ابتدائي تدرس لك، انت عرفت والدك ووالدتك بيحبوك قد ايه من اللي عملوه معاك. لو انت اقبلت على الله هتعرف ربنا اكتر من اللي واقف على المنبر يكلمك عنه، مش من كتاب قريته عنه، من اللي هيعمله معاك، من اللي هيعمله ليك، من المعاملة اللي هيعملها لك. لازم نتغير يا جماعة، لازم نتغير كذلك الله. ولكن القضية حتى يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. قارون وربنا بيصف خزائنه قال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إيه؟ قول القوة. يعني 10 رجالة شايلين مفتاح خزنة واحدة مش قادرين يشيلوها. قلت سبحانك يا رب، يعني مسجد الحسين شوفوا قد ايه المفتاح بتاع الباب بتاعه قد عقلتين صابع. طب لو انا جبت ورق من ابو $500 وحطيته مليت بمسجد الحسين، هيبقى فيه كم الف مليار دولار في مسجد الحسين، والمفتاح بتاع المسجد قد عقلتين صابع. طب يا جماعة امال خزاين قارون اللي مفتاح الخزنة 10 ما يقدروش يشيلوها كان فيها ايه؟ كانت مليانة ذهب واموال قد ايه؟ قلت سبحانك يا رب، اذا كان هذا ما في خزائن مخلوق فكيف بما في خزائن الله؟ فكيف بغنى الله؟ امال ربنا خزائنه فيها ايه؟ افيقوا افيقوا ايها المسلمون، افيقوا قبل ان نلقى الله ونندم. يا رب انت كل الكرم ده وكل القدرة دي وكل العظمة دي وانا ما كنتش عارف استفيد من عبوديتي لله في حياتي، ما كنتش عارف احل حتة مشكلة ملهاش قيمة بقدرة الله، لاني مش عايز اتغير. فعشان ربنا يغير معاملته معايا اخواني في الله، الله كان ولا يزال قادرا مقتدرا، يقول للكرب زل فيزول ويقول للفرج كن فيكون. الله قادر، الله قادر. من الادعية اللي بتضحك الواحد، مش بتضحكم الدعاء، بتضحكم من موقف معين الواحد بيتخيله، لما النبي عليه الصلاة والسلام رفع ايده لربنا وقال اللهم اني اسألك، اسمع الدعاء كده بس فكر فيه، من الخير كله كله كله، لا استنى
اجله واجله كمان. استنى، ما علمت منه وما لم اعلم. ايه ده الدعاء الغريب ده؟ واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمت منه وما لم اعلم كمان. تخيل كده لو كلنا جمعوا لنا كل ملوك العالم ومليارديرات العالم ورؤساء العالم وامراء العالم ودخلنا عليهم، واحد قال لهم لو سمحتم اسالكم من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. كلهم هيموتوا على روحهم من الضحك. هو ده عاقل ده ولا ايه؟ هو يا ابني احنا نعرف اصلا؟ احنا نعرف الخير من الشر فين؟ ده الراجل لطش ابنه بالقلم عشان ينزل يلحق الاتوبيس، اللي يعني ربنا يصبر الاهالي على ما حدث لابنائهم. هو يا ابني احنا نعرف حاجه؟ ولا لو عرفنا نقدر ان نعمل لك الطلب ده؟ يا جماعه شوفوا فرح النبي بالله، شوفوا النبي وبيقول له ربنا عارف بيدعي مين. سليمان بيقول له ربنا ها طلب من الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايه ده؟ عارف بيطلب من مين؟ يا عم اطلب، يا عم اطلب واعرف انت بتطلب من مين. يا اخواني الله قادر. عايز تعرف قدرة الخالق؟ بص للخلق، بص للمخلوق وانت تعرف قدرة اللي خلقها، بص للاهرام تعرف ذكاء اللي بناها، بص للكمبيوتر تعرف عبقرية اللي صنعه. عايز تعرف صفات الخالق؟ بص للمخلوق، بص للمعرض اللي ربنا عامله لنا اللي فيه 20 مليون نوع من انواع الكائنات الحية، كل نوع بيذهل غير النوع التاني، وربنا بيقولك بص وشوف، بص وشوف. والواحد بيقول خلقكم من نفس واحدة، فاول الخطبة بيبص للناس كده يا نهار ابيض، كل دول كان اصلهم واحد بس، وتنوعت اللغات واللهجات والالوان والاشكال والاصناف. سبحان الله العظيم. اخواني الله خلق كل شيء، تدبر معايا بس في دي كده. يعني ايه خلق كل شيء؟ يعني مفيش حاجة اعجزت ربنا انه يخلقها. يعني ايه؟ يعني اللي ربنا خلقه في الفيل حطه في النملة، حطه في الاميبا وحتى الخلية اللي بتشوفها تحت الميكروسكوب. ازاي الله قادر؟ زي ما حط ده كل الاجهزة حط للنملة كل الاجهزة. والله لما خلق من غير مثال سابق. يعني ايه؟ يعني البني ادم ما عرفش يعمل الرادار غير لما شاف الوطواط، الاذن بتاعت الوطواط ده. البني ادم ما عرفش يعمل المصباح غير لما شاف الشمس. ولكن الله ما كانش في حاجة اسمها شمس وقمر، ما كانش في حاجة اسمها بني ادم ولا جناح هدهد يخطف قلبك من الوانه في ضوء الشمس، ما كانش في حاجة اسمها 20 مليون كائن حي على الارض بس. ولكن الله خلق كل ده من غير مثال سابق. ولما خلق كل ده خلقه كده من اول مرة. يعني ايه خلقه من اول مرة؟ يعني تعالى شوف الطيارة دلوقتي، وشوف الطيارة سنة مثلا 30 او 40 او 50، هتموت على روحك من الضحك. ده ايه المنظر الفكاهي القديم ده؟ تعالى شوف العربية دلوقتي، وشوف العربية سنة 50، هتموت على روحك من الضحك. ايه المنظر الغريب المتخلف ده؟ هو البني ادم كده، كل سنة بتلاقي تطور في الحاجة اللي بيصنعها. ولكن الله من اول يوم خلق فيه الطيور والحيوانات والاسماك والبني ادم اتخلق كده، مفيش حاجة اسمها تعديل وتحسين. والله لما خلق كل ده خلقه لوحده، لوحده. ده اللي عايز يحكم محافظة زي بورسعيد، تخيل معاه كم مساعد وكم مستشار وكم اداري وكم رئيس هيئة وكم، ازاي خلق كل ده لوحده؟ والله لما خلق كل ده خلقه من عدم، مش خلقه من حاجة. والله لما خلق كل ده من عدم بيجدد الخلق. يعني ايه؟ كل يوم ملايين النجوم بتموت وملايين النجوم بتتولد، الاف البشر بيموتوا والاف البشر بيتولدوا، الاف الازهار بتدبل والاف الازهار بتتفتح، الاف الطيور بتموت والاف الطيور بتطلع. ليه؟ عشان ربنا يوريك معجزة الخلق قدام عينك كل يوم في كل حاجة. الله يا جماعة قدرة الله. ويرجع الملحدين الوقت والعياذ بالله يحاولوا يقولوا للشباب هو فين الدليل على وجود الله؟ يا متخلفين، الدليل على وجود الله هو انا لو جبت قرد وحطيته على آلة كاتبة وقعد يضرب فيها قام طلع لي قصيدة من الشعر الجاهلي. قلت له ده القرد طلع قصيدة من الشعر الجاهلي، هيقول لي انت مجنون. ليه؟ يعني انت مش مصدق ان قرد بضربة على آلة كاتبة يطلع قصيدة من الشعر الجاهلي؟ صدفة. ومصدق ان ملايين الاصناف من المخلوقات الباهرة دي جت صدفة؟ يعني اروح فرنسا اشوف برج ايفل انبهر، اقول لهم يا جماعة البرج ده جه ازاي؟ قالوا لي ده كان فينا جبل حديد زمان وحصل انفجار فجائي او زلزال ام الجبل بقى برج ايفل. اقول لهم انتوا مجانين، ازاي الهندسة دي جت كده؟ طب وازاي الهندسة الكونية؟ ازاي الاعجاز في الخلق ده جه كده؟ ازاي العلم العظيم في الخلق ده جه كده؟ اخواني في الله
الله كان ولا يزال قادرا مقتدرا، ولكن حتى يغيروا ما بانفسهم. ولكن انت محبوب ليه وزعلان ليه وشايل هم انك عايز توصل لربنا، وده شايل هم انه ما بيخشعش في الصلاة، وده شايل هم انه نفسه بنته تتجوز، وده شايل هم ان عنده مرض، وده شايل هم انه عايز فلوس، وده شايل هم ان نفسه يشتغل، وده شايل هم ان مثلا اخته طلقت، وده شايل هم ان هو مش عارف ينجح في المادة اللي مش عارف ينجح فيها، وده شايل هم ان هو نفسه ان الناس تحبه، وده شايل هم ان هو نفسه يتعلم دين او علم شرعي، وده شايل. يا اخوانا كل مشاكلكم حلها عند ربنا، ولكن حتى يغيروا ما بانفسهم. توب لربنا واقبل عليه، اتغير وشوف ربنا هيغير ليك قد ايه. الله كان ولا يزال رحيما حليما، الله كان ولا يزال رحيما حليما. اخواني في الله، يعني مثل بيضرب كده، احد الناس نايم على شاطئ نهر الاردن، وهو نايم صحي فجأة على عقرب بيجري، حسب العقرب هيلدغه، فبعد كده لقى العقرب ملوش دعوة بيجري على نهر الاردن. طب وهو العقرب بيمشي في المية، ده العقرب ده بيتحط في الجبال والصحاري ازاي؟ فبيبص من العجيبة دي لقى ضفدع مستني العقرب، العقرب ركب على ظهر الضفدع وعام به الضفدع، فلما ذهل بما رأى عام وراهم يشوف ده ايه ده. الضفدع وصل العقرب لحد الشاطئ الثاني وجري العقرب منطلق، الراجل لسه بيكمل يشوف في ايه، لقى واحد نام من السكر من الخمر، من كتر ما شرب الخمر وزجاجات الخمر حواليه نام من السكر من الخمر، وفي تعبان جاي يلدغ هذا السكير. العقرب انقض على التعبان فلدغه فقتله، وبعد كده رجع المسيرة اللي جه منها تاني. فالراجل وقف مبهوت وهو يقول سبحان الله. فلما افاق السكير قال له في ايه، فحكى له القصة ان ربنا ساق له عقرب بمعجزة عشان يلدغ التعبان اللي كان هيلدغه ويقتله وهو نايم من السكر. فظل الرجل السكير يصرخ ويقول يا رب هذه رحمتك بمن عصاك، فكيف برحمتك بمن اطاعك؟ يا رب هذا حلمك على من عصاك، فكيف بحلمك على من اطاعك؟ انتوا يا اخوانا القصة دي ايا ما كانت، والله العظيم ربنا بيعمل للعصاة مليون ضعف اللي في القصة دي، ولكنهم لا يعلمون. ولكنهم الواحد لما بيتدبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله، اسمع الكلام العجيب ده، يبسط يده. يعني يبسط يده، يعني لما افتح ايدي كده واقول لك خد، تعال خد، وخد كمان، وخد كمان. ده يقينا للي يبسط يده بالليل، يقينا للي قاعد يذكر ربنا طول النهار، يقينا للي جاهد في سبيل الله طول النهار. ما هو بالتأكيد امال هيبسط يده بالعطايا لمين؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. مسيء النهار يعني ايه؟ اللي فضل طول النهار ما فيش دقيقة عدت الا وعصى ربنا فيها، اللي عمل في النهار كل الكبائر ويجي بالليل يتوب توبة صادقة، الله يبسط يده له بالعطايا. طب العطايا ليه؟ طب ما يقبل توبته بس. لا، اصل هو عصى ربنا لانه محتاج حاجة، فربنا يقول له تعالى وانا اديك اضعاف اللي انت عصيتني عشانه. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وما ادرك ما معاصي الليل، اللي فضل طول الليل في معاصي وبالنهار فاق وتاب، الله يبسط يده له بالعطايا. ايه الكلام الغريب ده؟ التائب من الذنب كمان لا ذنب له، كمان لا ذنب له. الكلام اللي يفتح النفس للتوبة ده، الكلام اللي يملى القلب بالامل في رحمة ربنا ده، الكلام اللي يفرح الواحد انه له رب بالرحمة دي ده. يا اخوانا اسمعوا كده، لما ربنا، ان الله يتنزل في كل ليلة. مين ربنا بيبعت ملك؟ لا، الله اللي بيتنزل. طب يا رب كنت تبعت ملك؟ لا، الله اللي يتنزل. طب يا رب، يتنزل كل ليلة في الثلث الاخير من الليل فينادي. مين بينادي على مين؟ مين بيصالح مين؟ هل من سائل فاعطيه؟ فعطاءات فورية فورا بس يقوم. هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستدفع للضر فادفعه عنه؟ هل من مستشف فاشفيه؟ ايه ده يا جماعة؟ ان ده قد بتتقال. طب يا رب كنت نزل ملك؟ لا، الله. طب يا رب كنت نادي مرة؟ لا، التلت الاخير كله. طب يا رب يوم في السنة وذلك كل ليلة؟
طب يا رب يا رب مين بينادي على مين؟ يا رب ايه الرحمة دي؟ يا رب ايه اللطف ده؟ يا رب ايه الرأفة بعبادك دي؟ يا اخوانا رحمتي سبقت غضبي، مكتوبة فين؟ على العرش اللي السبع سماوات ما يجوش حلقة في فلاف الكرسي، الكرسي اللي هو موضع القدمين كما يقول ابن عباس. يعني لو انت مسافر من مطار القاهرة للسعودية في عمرة ووقع غويشة من ايد مراتك في الصحراء الشرقية، وقلنا للمسجد لأهل بورسعيد كلهم تعالوا ندور عليها، هيدوروا على حلقة في فلاف ازاي؟ تخيل السبع سماوات في الكرسي زي الغويشة في الصحراء الشرقية، وبعد كده الكرسي في العرش كحلقة في فلاة زي الغواشة في الصحراء الشرقية، والعرش حواليه ملائكة عظام، ملك واحد منهم ما بين عاتقه لشحمة أذنه مسيرة 700 سنة بصاروخ ولا بطيارة الله أعلم. تخيلوا يا إخواني ده ملك واحد، وبعد كل ده بدل ما ربنا يكتب على العرش يا ويله اللي هيعصيني، يا ويله اللي هيتجرأ على حدودي، يا ويله اللي هيحارب شريعتي، يا ويله اللي هيتجرأ على معصيتي، يكتب على هذا المشهد الرهيب رحمتي سبقت غضبي. يا الله كان ولا يزال رحيما حليما، ولكن حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايز تشوف رحمته وحلمه اكتر بقى، غير توب، غير معاملتك ليه وهو يغير معاملته ليك، غير انقل في علاقتك بالله، اقبل بقلبك على الله. الله يا اخواني كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا، كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا. عندنا في المنصورة شاب من الشباب عايز يتجوز، مش عارف يعمل ايه، فتح قهوة كل حاجة بقى يشغل قنوات معينة طبعا فاسدة عشان الناس تيجي عليها والشباب يجي عليها، ممكن يقعد ناس بيعملوا معاصي، بيعملوا مش عارف ايه، بيعمل اي حاجة، المهم ايه يعملوا شيشة، المهم ان هو يكسب. فلما فتح القهوة في خلال شهر اتجوز. يا سلام، ايه ده؟ ما اشوف بقى ربنا بيرتب لعبده ازاي. في خلال شهر اتجوز بعد شهر، يا سلام ده القهوة دي مربحة جدا بقى، واقبل على حياته الزوجية، نفسه بقى ان مراته تبشره بقى اول شهر انها حامل، مفيش. تاني شهر حامل، مفيش. تلات اربع شهور لسه ما حملتيش، مفيش. طب مستعجلين، طب نبدأ ندور على سكة التكاترة رغم ان المفروض نستنى شوية ندور. بدأ يلف، مفيش اي اسباب لمنع الحمل. عدت سنة ومفيش. بدأ يجري بقى في مصر بقى على كبار الدكاترة عشان يصرف اللي وراه واللي قدامه، ويبيع ذهب مراته ويبيع كل ما يملك، مفيش. سنتين، تلات، اربعة، خمسة، سبعة، 11 سنة ومراته لم تنجب. خلاص يعني بعد 11 سنة هو ممكن ان زوجته تنجب. احد اخواننا في المنصورة، هذا يعني قهوة في المنصورة، في منطقة من المناطق في المنصورة، احد اخواننا معدي فوجد يعني ذلك الشاب جالس في القهوة، او ذلك الرجل جالس في القهوة، فيعني غار على ان ربنا يعصى او على المعاصي اللي بتنتهك في هذا المكان. فدخل قاعد يحذره ويقول له يا اخي يعني فينا معاصي والمال الحرام ربنا مش هيبارك فيه، لو نقطة دم حرام دخلت في عضو مش هتخرج جوه سليم، انت ما تعرفش المال الحرام ربنا بيترك الشياطين تسلط على الانسان واولاده بسببه قد ايه. المال الحرام. الشاب ده استيقظ، قرر وهو قاعد انه هيغير النشاط. تاني يوم غير القهوة وعملها محل سندوتشات، يعني مصدر رزق حلال. والله العظيم يا اخواني، والله في اول شهر غير فيه النشاط، حملت زوجته في اول شهر. الله كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا، بس غير وهو يغير، بس اقبل عليه وهو يقبل عليك. اقبل. عندنا في المنصورة برضو يعني ناس ساكنين امام مسجد من المساجد يعني اللي بندي فيها في المنصورة، امام مسجد السلاب، يعني ابنهم طفل صغير، والده دكتور، والدته يعني وناس اثرياء، يعني الطفل فجأة هو بيلعب كده زي رجليه وقعت، زي وقع عادي مفيش مشكلة، شوية الموضوع بدأ يتطور، الواد ما عادش قادر يحرك ايديه ورجليه، جيروا بيه على المستشفى،
طلع مرض خطير جدا، فيروس بيجي في الدماغ، فيروس خطير جدا وبيحذروا منه يعني في الايه، لما طفل يصاب بيه ينقل المستشفى فورا، وقال لهم ابنكم عندكم الحاله الخطيره ديت، ويعني نادر لو ابنكم نجا. الولد فضل عضلاته تقف لحد ما عضلات التنفس نفسها وقفت، ودخل عينيه مركزه على تنفس صناعي، وبدا يخرج رغاوي يعني خلاص علامه موت، وبدا القلب يتوقف ويعملوا صدمات كهربائيه عشان يرجع تاني. وليله 27 رمضان كان ابوه قاعد مع امه في المستشفى وبيعزيها ان ابنهم خلاص لله ما اخذ ولو ما اعطى، وبيؤهل مهد لامه ان ابنهم خلاص يعني على وش موت ولازم تقبل قضاء ربنا. احد اخواني والله العظيم اعلمه، اخ من اصدقائي واحبابي، راح يزورهم في المستشفى ليلة 27 رمضان، فاخذ يحدثهم ان يداووا مرضاهم بالصدقات، وان كل ما تتصدق وتدعي ربنا ربنا قادر على الشفاء. امه من الكرب اللي فيها نزلت ليلة 27 رمضان، باعت كل ذهبها وتصدقت بيه على الفقراء، كل ذهبها يعني حاجة بسيطة، وبدأ ابنها يحرك جزء من جسمه، أسابيع وكان ابنها ماشي على رجليه، وأسابيع وكان ابنها عوفي تماما. الأطباء في هذا القسم بيقولوا لأبوه وأمه عمرنا ما شفنا حالة في هذا المرض نجت إلا حالة ابنكم، إلا طفل حرك كتفه مرة وبعد شهر مات. ابنكم الحالة الوحيدة اللي شفناها. الله قادر، الله كان ولا يزال سميعا قريبا مجيبا، بس احنا نقبل عليه. تقول له قول يا رب، يقول لك ما انا بقول يا رب. هو يا رب كده صورة دعاء وخلاص؟ يا ابني فين حقيقة الدعاء؟ فين حقيقة الصلاة؟ فين حقيقة الدين؟ فين حقيقة الذكر؟ فين حقيقة العبادة؟ اعبد ربنا عبادة حقيقية، وشوف ساعتها لما تقع في خرب وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله اللي نجى ابراهيم بيها من النار هيعمل لك ايه. اقع في كرب وشوف لما هتقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله اللي نجى يونس بيها من بطن الحوت هيعمل لك ايه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. إخواني وأحبابي في الله، ألم يقل الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. ألم يقل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ومن كل كرب. ألم يقل الله ولي الذين آمنوا، ألم يقل الله إنك أنت الوهاب، ألم يقل الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ألم يقل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ألم يقل الله وما كان ربك نسيا. مش ممكن هينسى لك عملك الصالحة اللي انت عملتها ساعة ما تقع في كرب. ألم يقل الله كذلك الله يفعل ما يشاء، ألم يقل الله هو علي هين، ألم يقل الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله قادر يعمل لك أي حاجة. ألم يقل الله إن الله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى لحالك ولا نداءك. إخواني في الله، عايزين نعمل ربنا معاملة جديدة، عايزين نعمل ربنا معاملة ربنا أهل ليها، عايزين نعمل ربنا المعاملة اللي يجب ان احنا نعمل بها ربنا. ولنبدأ هذه المعاملة يا احبابي في الله ويا اخواني واخواتي في الله، نبدأ هذه المعاملة بالذكر. تعالوا نعامل ربنا بالذكر، تعالوا
نغير في حاجة عملية قبل ما نسيب الخطبة. تعالوا نغير في الذكر. تعالوا بالوقت نعهد ربنا ان ندمن ذكر الله بقلب يقظ، بقلب متعرف على الله. تعالوا يا جماعة نذكر. انت عارف لما تدمن ذكر الله انت بتحب ذكر ايه؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. طب يا عم ما تخليها على لسانك كده على طول. انت بتحب الاستغفار؟ انت بتحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت بتحب لا اله الا الله؟ انت بتحب لا حول ولا قوة الا بالله؟ واه من عجائب لا حول ولا قوة الا بالله، واه من عطايا لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز في السراء والضراء. بتحب ايه؟ قبل ما تخرج من المسجد حدد الذكر اللي هتعامل ربنا بيه. يا اخواني ذكر ربنا من اسباب الحفظ من الشياطين. شياطين؟ شياطين ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ انتوا عارفين الشياطين عاملة ايه في المسلمين؟ انتوا عارفين الشياطين عاملة ايه في حياة الناس؟ والله العظيم الشياطين مضيعة الناس والناس لا تدري. الشياطين، مش الرسول بيقولوا ان يتخبطني الشيطان عند الموت؟ الشياطين بتتخبط الناس في الحياة، والناس انها مش واخدة بالها من العدو الحاقد اللي فضل يرى سيدنا ادم 500 سنة قاعد يبني في الكعبة ويبني في المسجد الاقصى ويمهد الارض لاولاده عشان يقوموا برسالة الاستخلاف. وابليس بينظر لادم وعارف انه مش هيقدر يعمل حاجة لادم، مش هيقدر يصفر منه غير بالاكلة اللي اكلها من الشجرة بتاعت الجنة. هو كأنه بيقول انتظر يا آدم، انا مش هقدر اعمل لك حاجة، ولكن انا هستنى كل واحد من ابنائك. انا مش هسيب ولا جيل من اجيال ابنائك اللي هيفضلوا مئات الاجيال ليوم القيامة. انا مش هخسر تاني. انا ما قدرتش اعمل لك حاجة في الارض، ولكن مش هسيب ابنائك بعد كده. اول ما ادم بس يموت هيبدأ ابليس يشتغل تاني. ادم بيعمر في الارض يمهدها للعبادة، وابليس بيخطط الكعبة اللي انت بنتها يا ادم. انا هفضل ورا ولادك لحد ما يبنوا حوالي 360 صنم. المسجد الاقصى اللي بنيته يا ادم انا هفضل ورا ولادك لحد ما يبقى جنب المسجد والاذان بيدا ما ينزلش يصلي فيه. انا هفضل. ابليس متوعدكم يا جماعة، انتوا عارفين ده ولا لا؟ وسيدنا ادم ظل 500 سنة في الارض يمهد الارض عشان يعرف ابنائه ابليس عدوه قد ايه، فاتخذوه عدوه. ابليس معين لكل واحد منكم ومن كل الناس قرين، يعني داعية فردي الى الضلال يدعو الى الضلال. لو استجاب ليه تبدأ الشياطين تحتوش وتتخبطوا بقى. يا جماعة الشيطان ممكن يقلب ابنك عليك، ممكن يقطع بينك وبين مراتك، ممكن يخليك ماشي مكتئب ومكفهر وما انتش عارف السبب ايه. بل احيانا والله الواحد يبقى في ضيق وخنقة فيتذكر الاذكار التحصين من الشيطان، فوالله ما يقولها الا وكأن حاجة على الصدر وانزاحت، مش احساس، كان في حاجة مضايقاك وراحت. اخواني في الله ذكر الله يدمر الشيطان تدميرا، هيخلي الشيطان لو شافك في شارع يهرب على شارع تاني. ذكر الله هيحفظك من مصايب الشياطين بتعملها فينا واحنا مش حاسين. النبي عليه الصلاة والسلام مش في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال اذا كان اول ساعة من الليل، اللي هي اللي بين المغرب والعشاء، اول ساعة من الليل، فكفوا صبيانكم، خلوا لكم ما يخرجوش يلعبوا في الشارع. ليه؟ فان الشياطين تنتشر حينئذ. الوقت ده وقت نشاط شيطاني. ليه؟ عايزين يعوروا لك عيل، يخبطوا لك عيل، يعور، يكسروا ايد عيل في اي وقع. ليه؟ لان الليل مجمع الفتوحات، الليل بتاع قيام الليل وتنزل العطاءات، والشيطان مش عايز الليلة تعدي وانت فاضي انك تنام بدري وتصحى تقوم الليل، فعايز يبوظها عليك من اولها. طب يبوظها ازاي؟ يخبط لك حد من عيالك، يدفع لك. النبي عليه الصلاه والسلام وهو بياكل مع اصحابه ولسه هياكله، جت طفله صغيره بتجري وبتمد ايدها على الاكل. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام امسك يدها وقال ان الشيطان اراد ان لا يبدا الطعام بسم الله حتى يستحل الطعام معكم. والذي نفسي بيده، ده كلمه سيدنا محمد، والذي نفسي بيده ان يده لفي يدي مع يدها. بيقول لهم ده هو كان ماسك ايديها وبيزقها، انا ايدي وانا ماسكه ايديها كانت ايديه في ايديها. والذي نفسي بيده ان يده لفي يدي مع يدها. يا اخواني الشياطين، الشياطين امال الشياطين بتعمل ايه؟ طب انا الوقت دي قضيه صغيره، حلها ذكر الله. اذكر الله، ادمن ذكر الله، ادمن ذكر الله يا اخي.
ادمنوا ذكر الله يا اخوان. الذكر يربي. مش كتير مننا نفسه انه يتربى، نفسه انه يوصل لربنا. والله العظيم دوام الذكر بيوجد في القلب حالات من الايمان لا يمكن تأتي الا بهذا، مداومة الذكر ولزوم الذكر. انا اعرف بعض اخواني كان ممكن يعمل في صبعه خاتم ورق كده يحك في عقلة صبعه عشان كل ما يحك يفتكر انه يجدد الذكر لحد ما يتعود على دوام الذكر من غيره. يا اخواني في الله ده احنا مضيعين ثواب رهيب. سبحان الله يا امة محمد والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اربع كلمات فيها اكتر من 25 حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث انها احب الكلام الى الله، الله معقولة؟ وحديث ان كل كلمة في الميزان اثقل من جبل احد ذهب، وحديث ان كل كلمة بتغرس شجرة ليك في الجنة. يعني لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 200-300 مرة النهاردة ب1200 شجرة في الجنة. بتثقيل الموازين قد ايه احب الكلام الى الله. احنا مضيعين ثواب خطير، ثواب خطير. لا حول ولا قوة الا بالله. لما يبقى عندك كرب الزمها، الزم لا حول ولا قوة الا بالله. اي لا احد يستطيع تحويل الكرب ولا احد عنده قوة على انه يجيب الخير في الكرب ده غير ربنا. الزمها وشوف اثرها الخطير شكله ايه. يا اخواني في الله هذه ابواب من الخير وابواب من الفتح، اياكم ان تدعوها واياكم ان تنسوا اننا في يوم الجمعة. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في يوم الجمعة كثرة الصلاة عليه، كثر بقى من الصلاة. طب اقول ايه النص التاني من التحية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. يا عم ده كلام كتير كده. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. اقعد قول عليه الصلاة والسلام، بس عيش بقلبك بقى مع صفات النبي عشان الذكر يثمر، عشان العبادة تبقى حقيقة عبادة مش صورة عبادة. عيش بقلبك إخواني في الله، الذكر هيربيك، الذكر هيثقل موازينك عند الله، الذكر هيغرس ليك في الجنة ياما من الغراس، الذكر هيحفظك من أخطار الشياطين الخطيرة اللي الناس للأسف ما هياش مدركاها وما هياش. ونفسها أعمل كتيب اسمه كيف تتعامل مع قرينك، عن قد إيه الشياطين مبهدلة حياة الناس في دنيتها ودنها ومحدش واخد باله. أكبر حاجة نجح فيها الشيطان إنه يضيع الإنسان من غير ما الإنسان يحس إنه موجود خالص. وكل الاخطار دي بذكر الله بتروح. بس يعني لا مطلوب بقى نشوف واحد يرقينا ارقي نفسك، ولا مطلوب ان انا اجري اشوف حد يشوف فيه شيطان، ولا يا عم الموضوع بسيط. يا عم اذكر ربنا بس بقلب مقبل على الله وربنا هيحرق لك اي حد يريد بيك سوء، اي حد يريد بيك ضر. اخواني في الله لنقبل على الله ولنتوب الى الله ولنعرف من هو الله، ولقبل ان تسجد رؤوسنا تسجد قلوبنا، نعبد ربنا حقيقة عبادة مش صورة عبادة. ولو كل واحد مننا لزم الذكر ولو جزء من اليوم ابشروا بخير عمر من اعمار بني ادم. خلي ليك ساعة في اليوم تعبد ربنا فيها، خلي ليك ساعة ثابتة تشحن قلبك فيها، الساعة اللي بعد الفجر اللي اجر حجة وعمرة ما تقعدهاش في المسجد. ليه ما تجيش تصلي الفجر هنا اهو وتقعد تذكر الله لحد ما الشمس تطلع؟ الساعة اللي بين المغرب والعشاء لا طالب هيلحق يذاكر فيها صفحة، ولا تاجر هيلحق يبيع فيها بيعة، ولا واحد هيلحق ينام فيها 10 دقايق. طب يا عم ما تصلي المغرب وتقعد تذكر ربنا للعشاء وتبقى خدت ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة، وبقى ليك كتاب في عليين، وخدت اجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقد نزلت فيما بين المغرب والعشاء على قول الحسن البصري. يا جماعة عايزين نستيقظ فضية العبادة. يا اخواني يا جماعة لو واحد وقف عربية فخمة قدام المسجد دلوقتي وطلع رزمة ورق كل ورقة ب200 جنيه وطلع ولعه ولع فيها هنقول عليه مجنون لانه بيحرق فلوسه. يا جماعة اللي بيحرق عمره اشد جنونا منه. يا اخواني الفلوس ممكن تتعوض، انما الساعة اللي بتعدي مش هتجيبها تاني. يا اخواني زوروا المقابر، انهم يندمون على ما انتم فيه تقتتلون، انهم يبكون على ما نحن فيه نقتتل، انهم يعضون الانامل من الندم ويبكون على ما نحن ننام الليالي نحلم به ونتمناه. عايزين نستيقظ لما نموت، ما نستيقظ من الوقت. امنية حياتهم كلهم ليلة يرجعوا يذكروا فيها ربنا. الليلة دي معاك،
الساعة الأخيرة اللي قبل مغرب الجمعة اللي ما بين العصر والمغرب ساعة إجابة من أخطر ساعات الإجابة في الأسبوع إن لم تكن أخطر ساعات الإجابة في الأسبوع. ما تضيعهاش. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة؟ ليه نتحسر يوم القيامة على العمر اللي راح من غير ذكر؟ ليه؟ ليه وربنا فتح لنا الفرصة وربنا فتح لنا الباب؟ إخواني في الله، سددكم الله وأيدكم الله. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. اللهم أذل لدينك أن يسود، وأذل لشرعك أن ينتصر، وأذل لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم أغث مصر، اللهم فرج كروبات أهل مصر. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم أنزل الهداية في جذر قلوب أهل مصر يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغثنا وأغث إخواننا في سوريا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هدايتك وبركاتك ورحماتك على أهل بورسعيد يا رب. اللهم أخرج منهم من ينصرون دينك في الأرض. اللهم أخرج منهم دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم أخرج منهم من ينصرون دينك وسنة نبيك وشرعك في الأرض يا رب العالمين. يا رب تولى أمرنا، يا رب تولى أمرنا، يا رب سدد ألسنتنا، يا رب املأ ألسنتنا بذكرك واملأ قلوبنا بمعرفتك، وأقمنا على مرادك منا، وقو في رضاك عزائمنا، وتب علينا من كل ذنب فعلناه، وتب علينا من كل أمر ظننناه حلال وهو عندك حرام، وتب علينا من كل صلاة ضيعناها، وتب علينا من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. إنك مولانا، إنك مولانا، نعم المولى ونعم النصير. نعم الرب يا ربنا، نعم الإله يا إلهنا، نعم الرب ربنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.